المكتبة المسموعة لجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. التنسر والبغبغة بقلم رابح الزيرة. نصح السياسي المحنك تشرشل شاباً يدعى أنتوني ناتينغ قصده لنصيحة في بداية مشواره السياسي، فقال له: استغل كل طاقتك وإرادتك حتى تقوي ناحك ليحملك إلى الفضاء العالي إذ تحلق النسور. هناك الحرية وهناك الخطر، وإذا لم تستطع فلا تسمح لنفسك تحت أي ظرف بطلب الأمان في قفص ببغاء تنطق برطانة يدربونك عليها، ثم يكون دورك أن تكررها وتعيدها كلما مروا عليك وطلبوا منك أن ترقص وتغني حتى يراك السيد. بين أن يكون الإنسان نسرا يحلق حيث الحرية وحيث الخطر، وبين أن يرضى بأن يكون ببغاء تنطق برطانة مدرب عليها، ثم قرار واحد، فثبات عليه فمصير مرسوم حتى النهاية. هو قرار واحد، ولكنه قد يكون قرار العمر، وبعدها يرتسم الدرب نحو السماء حيث السمو والوحدة والخطر، أو في القفص حيث الرفاه والقيود والتدجين. قد يستبعد البعض أن يكون للسياسة هذا التأثير على سيرورة الإنسان، فتجعل ممن يمكنه أن يكون نسرا ببغاء، ولكن التاريخ والواقع خير شاهد على ذلك. فكم من نسور دجنت بمجرد أن أعطيت بعض المناصب، فصارت الناطق الرسمي باسم من كانت تقف مناهضة له في السر والعلن. وكم من صقور أصبحت حمائم بعد أن لوحوا لها ببعض الغنائم، ما يدل على أن الصقرية والحمائمية أو النسرية والببغائية ليستا أصيلتين في دخيلة أي فرد بمقدار أصالة رغبته إن تبغبغ أو إرادته إن تنسر. فالرغبة هي التي تهوي بالإنسان إلى وادي الأنا السحيق، بينما الإرادة تسمو به إلى فضاء العطاء الرحب. إن خطورة تحويل الإنسان من نسر إلى ببغاء تكمن في السياسات التي تستخدم لإجراء هذا التغيير الجذري في هوية الإنسان، بحيث ينزع جلده ويتنكر لمبادئه، ورغم ذلك يكون راضياً عن نفسه ومبرراً لأفعاله. هذه السياسات تتنوع بحسب نوعية الأشخاص ومدى صلابتهم أو مرونتهم في التشكل، ومستوى التبدل المطلوب منهم، والمنصب الذي يراد أن يوكل إليهم، وأخيراً وهو الأهم، مدى تمسكهم بقيمهم ووعيهم لرسالتهم ودورهم في الحياة. فكلما كان الإنسان واعياً بصيراً بعواقب الأمور، كلما كان عصياً على الإذلال والتبدل القسري أو الإرادي، وكلما قطع طمعه عما في أيدي الآخرين، كلما انقطعت أيديهم عن المساس به والنيل من مواقفه، وكلما كانت ساحته بريئة من أي خيانة ويده نقية من أي تلوث، كلما كان أكثر تحرراً من أي مستمسك يساوم عليه أو أن يكون عرضة للابتزاز بسببه. فالبصير بالعواقب مثلا يعلم تماما أنه إذا ما خذل رفاقه في يوم ما فلن يكون مصيره أفضل من مصير الثور الأبيض الذي مرده أن يؤكل، ويعلم أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ويعلم أن الطبيعة ترد على كل فعل إن خيراً فخير وإن شراً فشر. فوعيه وبصيرته تجعلان بصره اليوم حديد. وأما نقي اليدين فليس لديه يد توجعه ليمسك منها،
فهو متحرر من أي تهمة تناله، وبالتالي فهو عصي على التدجين. هناك استراتيجية تربوية وبالأصح ترويضية كان المعلمون يستخدمونها مع الطلبة المشاكسين في المدرسة، فيوكلون إليهم بعض الأدوار القيادية ليحدوا من تمردهم، كأن يعينوا الطالب المشاكس عريفاً للصف، أو يكلفونه بمهمة تسجيل أسماء الطلبة المشاغبين أو ما إلى ذلك. باختصار، كانوا يفوضون إليهم أمر المحافظة على النظام في الصف ليحولوهم من مصدر إزعاج وفوضى إلى رقباء على النظام. هذه الاستراتيجية نفسها طورها المتنفذون سياسياً واستخدموها مع القادة المشاكسين لهم من المعارضة، فعرضوا عليهم بعض الأدوار القيادية وربما الوزارية ليجعلوا منهم منفذين للأنظمة التي كانوا يعارضونها في يوم ما. قد يكون هذا الفعل مبررا من الطرفين، وقد يكون حسنا شريطة أن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بمعنى أن توكل تلك المناصب الحساسة لذوي الأهلية لا بقصد شرائهم أو إفساد ذممهم ومبادئهم. هذه الاستراتيجية ستؤتي أكلها إذا ما حسنت النوايا من الطرفين والتقت على خدمة الوطن والمواطن وسعت لتجنيبه التناحر والصراع المضيع للطاقات والجهود، وإذا ما أحسن التعامل معه بحيث يحافظ هذا المعارض على مبادئه فيبقى عينا رقيبة وناصحا أمينا ومصلحا من موقعه كمسؤول لتحقيق ما كان ينادي به من قيم وطنية وإنسانية وحقوق. ولكن هناك سر أو سحر في هذه الاستراتيجية، بحيث تجعل من المعارض تلميذا نجيبا لمن كان مناوئا له في يوم ما، ويصبح ملكيا أكثر من الملك فيكون أداة للقمع بعد أن كان يشكو ألم سياطه، فتفسد اللعبة ويخسر الجميع، ويخسر الناس الذين تعشموا فيه خيرا للمساهمة في تغيير الأوضاع، وتخسر الدولة ناصحا أمينا، ويكون هو أول الخاسرين لأنه خسر نفسه ببيعه مبادئه بثمن بخس وتنكره لذاته ولمجتمعه. عملية التدجين هذه لا تنتهي عند المعارضة السياسية، وما تقدم إن هو إلا مثال ليس إلا، بل تمتد حتى تطال فئات المجتمع المختلفة من مثقفين وأكاديميين وعلماء ومفكرين وبرلمانيين ورؤساء بلديات وغيرهم، وأصبحت سياسة متبعة في الكثير من المؤسسات التجارية والشركات الخاصة والوزارات والمدارس، فكلما ارتفع صوت للإصلاح أو لنقد وضع فاسد ألقم صاحبه بطعام شهي تستسيغه نفسه وأخمد الصوت، أو حول إلى صدى لصوت السلطة أيا كانت. وبعيدا عن التعميم والتعويم، هناك معيار لمعرفة ما إذا بقي النسر نسرا أم تحول إلى ببغاء، وهو أن ينظر المرء إلى أفعاله، فإن كان يجهد نفسه لخدمة الآخرين وتحقيقا لمبادئه التي كان ينادي بها فهو إذن لا زال طائر يحلق كما النسر، أما إذا وجدته يركض لتحقيق رغباته الشخصية فاعلم أنه دخل قفص الببغاء ورضي أن يكون شمعة المحفل لأسياده الذين يرقص ويغني لهم كلما طلبوا منه ذلك طلبا لأمنه وأمانه. هذا في من يعرض عليه منصب ينبغي أن يجعل معيار قبوله أو رفضه خدمة الناس وخدمة مبادئه، لكي يأمن عدم دخوله قفص التدجين وربما التبييض،
أما من سعى إلى المنصب ونفسه تتوق إليه لا إلى خدمة الآخرين عبره والقيام منه بواجب صلاح الوطن، فربما كان من المناسب استذكار حكاية الكلب الذي قال للأسد: يا سيد السباع، غير اسمي فإنه قبيح. فقال له: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال: فجربني. فأعطاه شقة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى الغد وأنا أغير اسمك. فجاع الكلب وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي، وما كلب إلا اسم حسن. فأكل. المكتبة المسموعة لجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية.